النادي الاهلي على فكره هو نفس موقف الاهلي، نفس عدد المباريات قبل مباراته مع النادي الاهلي، لكن الدوري في تونس بينتهي خلاص. النادي بيطلب من سلطات الامن التونسيه سماح لحضور الجماهير بالساعه الكامله لاستاد حماد العقربي بضحيه رادس. وخليني اقف هنا شويه، لانه الحقيقه انا مش يعني مش هسكت، هفضل شغال في قضايا مهمه جدا، لانه انا قلت امبارح انه ممكن يكون حد لعب كوره بس الثقافه محدوده، وده مش عيب. يعني في لعيبه ممكن تلاقي ثقافتها عاليه جدا، الثقافه مش معناها انه بيتكلم انجليزي وبيتكلم فرنساوي، لا لا، الثقافه التعليم، قدر التعليم اللي موجود عنده، قدر الخبرات. في حد ممكن يكون معاه مؤهل متوسط بس عنده خبرات حياتيه كبيره وكثيره يعني. لكن في ناس الأجواء اللي كانوا عايشين فيها بتخلي كم الثقافة شوية قليل، فلما بيجوا يتكلموا بتبقى عندهم مشاكل يعني. فمن هنا بيحصل حالة من الاحتقان بين الناس. بنحاول بقدر الإمكان إن احنا نتكلم بالعقل وبالهدوء ونوصل رسائل طيبة، ده دورنا اللي لازم نعمله. بتواجه الأول مشاكل كتيرة جدا، لكنه في النهايه طالما انت ماشي صح تاكد في النهايه انك هتوصل، لانه ده الطريق المستقيم اللي هيوصلك في النهايه للي انت عايزه، بصرف النظر بقى ده يهاجمك ده يشتمك ده يعمل عليك حمله ده يسلط عليك لجان، اهلا وسهلا، لكن خلينا نمشي صح. ليه بقى؟ لانه مثلا من اللي قريته خلال الساعات القليله الماضيه، مثلا كابتن حازم امام الصغير مش الكبير، حازم امام الكبير ده حاجه جميله انا بحبها وبعشقها، حاجه كده تربية سوبر وإنسان راقي وحاجة جميلة جدا. كل الناس يعني، أنا مش قصدي أن أنا أغلط في حد يعني، لكن ما قرأته أنه كابتن حازم إمام بيتكلم على أنه نادي الترجي طلب مش عارف حكام أجانب أو فار أجانب لمباراته مع النادي الأهلي. وأنا بس سؤالي كابتن حازم، حضرتك عرفت منين السؤال يعني؟ المعلومة جات لك هل يعني أنا ما سمعتش قبل كده أن الكابتن حازم إمام الصغير مع كل احترامي ليه يعني انه له علاقات بالكاف وانه له علاقات بالفيفا وانه له علاقات بالحكام وانه عارف الحاجات دي؟ او جميل انك واحد من ابناء نادي الزمالك، والزمالك اسمه وصرح عظيم وكبير جدا يعني، لكن الاجمل بتبقى مثلا زي حازم امام الكبير كده، لما يتكلم بيعرف يتكلم ازاي، بيعرف رايح فين، بيعرف الرساله موجهه لمين. فده مهم جدا انه نبقى واخدين بالنا من الكلام يعني، وطريقه الكلام نفسها. يا جماعه قصه استقطاب الجمهور وايه رايك بقى، وطب الناس كده هتبقى مبسوطه، الناس كده هتبقى فرحانه، مش هو ده الموضوع. انا ممكن افضل هنا طول البرنامج اطب اللي ده وطب اللي ده واغني لده، وتبقى قصه والحدوته، والناس كتير حتى ملهلها كابتن وانت بتبقى زعلان منهم، انت ساعات بتطلع تنتقد الاهلي لانه في حاجات تنتقد في النادي الاهلي اللي زعل فيها يعني، او الزمالك او اي نادي اخر يعني. فنخلي بالنا بس من كلامنا، من تصريحاتنا، من حواراتنا، لانها بتوصل للناس، وفي ناس مهيئه ومستعده انها تسخن وانها تصدق بدري بدري. فانا بعتقد انه ده مش في الصالح يعني، فكل واحد ياخد باله بس من كلامه يعني. امبارح رسميا الزمالك تلقى اختار من المحكمه الرياضيه بيسموها الكاس، بتفيد بمد اجل الحكم في قضيه جيمي باتشيكو ليوم 31 يوليو. باختصار، جيمي باتشيكو كان مشي من فترة من نادي الزمالك، كان ليه 450,000 دولار، وبرضه كنا سمعنا ساعتها انه تم الاتفاق معاه والاتفاق الودي، وفي الاخر ما بيطلعش ان فيه اتفاق ودي. ادارة الزمالك مباشرة بدأت تتواصل مع المحامي بتاعه عشان تنهي الازمة وديا، انهاء الازمة وديا يعني مش هتدفعه، لا هيدفعه، بس التفاوض بيبقى ايه، عبارة عن شوية اطروحات يعني. يقول له ايه، طب ما تيجي نقلل 450 دول 250 وديهم لك دفعة واحدة مثلا، فيجي يقول له لا مثلا يعني، يقول له طب 300، بيبقى في نوع من أنواع الفصال يعني. طب إيه رأيك إن إحنا نديهم لك بس على سنة، على سنتين، على 6 شهور، لحد ما يوصلوا لصيغة تفاهم، وفي النهاية الزمالك هيدفع إذا صدر ضده حكم، لأنه ما فيش حكم صدر نهائي. وطيب هقول لكم يا جماعة التسلسل بتاع القضايا دي بيبقى عامل إزاي يعني. الأول أنت ممكن تلجأ لاتحادك هنا، الاتحاد ممكن يدي لك قرار يعني، لكن في النهاية في جهتين أو 3 جهات. الجهة الأولى هي الفيفا بتدي حكم، الجهة الثانية هي الكاس، يا إما تؤكد تؤيد هذا الحكم، يا إما ترفضه، يا إما تغيره يعني. مثلا ممكن يبقى أنت عليك غرامة، تلاقي نفسك أنت اللي ليك غرامة، وارد وحصلت يعني.
يا إما تقول لك لا خلاص بتثبت عليك هذا الحكم وتدي توقيتات للتسديد يعني أو السداد. فبتحصل إنه بعض الأندية أو بعض المتقاضين، مش لازم النادي، ممكن اللعيب يلجأ للمحكمة الفيدرالية، ودي آخر حاجة بتبقى في سويسرا، بتبقى اللي هي لإطالة الأمد، لإضاعة الوقت فقط لا غير، إنك ممكن تتفاوض، إنك ممكن تتكلم. ونادرا أو لم يحدث غالبا يعني على الإطلاق إن المحكمة الفيدرالية رفضت حكم للكاس يعني، لا زي كده الاستشكالات أو الإشكالات اللي كانت بتقدم في مصر هنا كان بيبقى الغرض منها تضييع الوقت يعني. فده اللي حصل في قضية خالد أبو طيب إلى أن جاء الحكم نهائيا ضد نادي الزمالك. فالزمالك بيعمل إيه؟ دلوقتي الزمالك بدأ يتحرك في اتجاه آخر، ألا وهو التواصل، هو بيحاول يتواصل مع خالد أبو طيب ما بيردش خالص يعني. خلاص الراجل خد حكم 2.4 مليون يورو، وكل تأخير بالنسبة له فايدة. فايدة ليه؟ لأنه بياخد فوائد 5% شهريا، يعني لو مثلا قعدت سنة يبقى ياخد كمان 60% زيادة فوق المبلغ. تخيل يعني ايه 5% شهريا؟ ده مبلغ وقدره، زي ما حصل مثلا في غرامة شيكابالا، عفوا آسف، غرامة كهربا بدأت كل شوية تزيد تزيد تزيد، وحتى غرامة شيكابالا نفسها بتاعت سبورتنج لشبونة برضو قعدت تزيد مرة بعد التانية. فالزمالك دلوقتي بيتواصل سواء مع محامي، مع محامي باتشيكو، ودي مفاوضات هتبقى أسهل شوية لأنه ما خدش حكم نهائي. فأنا من الممكن في ظل الشهرين دول المبلغ يقل شوية وياخدهم مرة واحدة وتوكلنا على الله. أما مع خالد أبو طيب فلازم يبقى فيه عقد، والعقد ده يبقى ممضي ويخطر بيه الاتحاد الدولي أو الفيفا، ومن هنا بيبقى خلاص، لأن الزمالك عنده عقوبة منع القيد 3 دورات متتالية زي ما قلت لكم في حلقة امبارح. كان الله كان الله كان الله في عون إدارة نادي الزمالك، تركة ثقيلة موروث صعب جدا جدا جدا، والناس عمالة تحله، وكمان مش عاجب من قبلهم بيطلعوا يهاجموهم عمال على بطال يعني. النادي الأهلي مصطفى شوبير، الباك رايت عمر كمال أو محمد هاني، رامي ربيعة، محمد عبد المنعم، علي معلول، أحمد نبيل كوكا واحتمالات مروان عطية، أكرم توفيق، أحمد عبد القادر، إمام عاشور، بيرسي تاو، وسام أبو علي أو كهربا. آخر مباراة كانت الفوز على مازيمبي 3-0. دي يا جماعة مجرد تشكيلات متوقعة يعني، ما عنديش الخبر اليقين لكنه بقول لكم تشكيلات متوقعة. اللي خرج من قائمة النادي الأهلي محمد الشناوي وحمزة علاء للإصابة، وحرج على موضوع حراس المرمى بعد شوية. المفاجآت بقى في الخروج، استمرار خروج طاهر محمد طاهر، كريم فؤاد، ياسر إبراهيم نقدر نقول ما رجعش قوي، خلاص كريستو واضح كميته مش ماشية مع كولر، قالوا ديانج لسه ما استرجعش قوته. لكن مفاجأة بالنسبة لي كانت أفشة، أفشة خارج القائمة تماما، كريم نيدفيد، خالد عبد الفتاح، كريم الدبيس، دول كلهم خرجوا من قائمة النادي الأهلي يعني. الإسماعيلي ما عندوش رفاهية ناس كتير بتخرج، لأنه ما فيش غير هشام محمد مصاب بالتمزق، لكن عنده حاتم سكر ومحمد دسوقي عندهم 3 انذارات، عاد باسم مرسي مرة أخرى، عاد خالد النبريسي وده مهاجم جيد مرة أخرى. فاكرين قصة الأهلي وإمبي والتزوير والقصة والحدوتة واللعيبة و فاكرين القصة دي؟ كان إمبي اعترض على لعيب في النادي المصري، والأهلي كان اعترض على لعيب في نادي الاتحاد. ما علمته